مساء الخير. البداية من التحركات في الشارع، فبعد تخطي الدولار عتبة 10,000 ليرة اللبنانية، تصعيد في الشارع وقطع لعدد من الطرقات في أكثر من منطقة، حيث بدأت التجمعات أمام مصرف لبنان اليوم، بالإضافة إلى تجمعات وسط في وسط بيروت في ساحة رياض الصلح. كذلك تم قطع تقاطع جسر الرينج وبشار الخوري، وقطع الطرقات وصل إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أفادت بعض المعلومات أنه جرى قطع الطريق في المشرفية ومن ثم فتحه، ومن بعد جرى قطع الطريق في الكفاءات. أما الأبرز فكان الإشكال الذي حصل في شويفات وتخللوا إطلاق النار في الهواء بعدما قامت سيارة بدهس متظاهرين كانوا يقطعون الطريق العام، مما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى، وقد أحرق المتظاهرون السيارة التي صدمت المتظاهرين، فيما تحركت الأجهزة الأمنية وألقت القبض على صاحب السيارة. بده يقطع بالسيارة، عم طبش اللي كانوا متظاهرين، لقحهم هون 3-4، قلت له استعف خلص كسروا له السيارة المتظاهرين. لا 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 قوم قوم يا سليم الأحمر، قوم قوم يا سلام. لا 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 للاطلاع أكثر على تفاصيل التحضيرات في الشارع خلال اليومين المقبلين، معنا عبر سكايب الناشطة السياسية نعمة بدر الدين. مساء الخير نعمة. نعمة عم تسمعيني؟ مساء الخير ريما، يعطيكي ألف عافية. شكرا لك. هلا كمان عم نسمعك. اذا هناك عدد من الشائعات التي تدور في الشارع، من ضمن ما نشرته بعض القنوات العربيه الفضائيه، وهذه الاشاعه تتحدث عن وصول عدد من السيارات الى محيط قصر بعبده، وهذا الامر غير صحيح. هناك لغايه اللحظه عدد من المسيرات، فينا نقول بالدرجات الناريه في الضاحيه الجنوبيه لبيروت، طريق المطار، وعدد وقطع لعدد من الطرقات. اذا شو هي التحضيرات للغد، وهل هناك كما يحكى الاثنين الكبير خلال بداية هذا الأسبوع؟ مثل ما كنا حكينا ريما قبل الهوى، نحن اليوم كنا بالشارع بتحركات يعني فيها استعادة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية التي خرجت من أجل ثورة 17 تشرين، طبعا إضافة للمطالب السياسية. نحن بعد مطالبنا معروفة وواضحة جدا، تتعلق بحكومة انتقالية من خارج السلطة، حكومة عندها صلاحيات استثنائية تشريعية، وبذات الوقت نحن كمان طلعنا نطالب باستعادة الأموال المنهوبة واستقلالية القضاء، أيضا من أجل إجراء الانتخابات النيابية بمواعيدها، وطبعا بمحاكمة من نهب وسرق طيلة السنوات الماضية. فنحن بعد محاولات لأخذ مطالبنا باتجاهات إلى علاقة بالمحاور وإلى علاقة بأجندات سياسية داخلية وخارجية، اليوم بالشارع رفعنا صوتنا باتجاه المطالب التي خرجنا من أجلها، وهيدي الحيوية اللي عم نرجع نطالب فيها اليوم. طبعا هالتحركات كان عم بيرافقها صعود لسعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، نزلنا أمام جمعية المصارف وأمام مصرف لبنان تنطالب بمحاكمة من وصل الليرة اللبنانية لهالمستوى، من مدد لرياض سلامة، مين أعطى الهندسات المالية ومين استفاد منها، بالإضافة لهيدا الموضوع للمطالبة بالحق الدولار الطالبي وغيرها. نحن اليوم لما عم نرفع صوتنا عم نقول أنه في اليوم تجار ومحتكرين عم يلعبوا بالأسعار فعلا فعلا ياخذوا مزيد من الأرباح على ظهر الناس. نحن اليوم لما عم نتحرك بالشارع عم نتحرك لنقول في منصات عم بتديرها خارج لبنان عم بيتم إدارتها، وكان طولب مدير عام أوجير وعماد كريدي بوقف هالمنصات، وللحظة بعدها عم تتلاعب بسعر الدولار. كل هيدا الشيء نحن عم نطالب فيه، وهيدي تحركاتنا وهيدي عناويننا.
نعم نعمت، هناك عدد من الشائعات كما ذكرت في الشارع، وعدد من ربما ما بعرف إذا فيك توضحي لنا هذه المسألة، هل هناك أحزاب تدخل في صلب التحركات وهي من تحرك أفراد بالشارع؟ يعني هذا السؤال بعدنا من ثورة 17 تشرين وبعدنا عم نحكي فيه، بس اليوم أبرز كأنه حكما ريما، حكما في أحزاب سياسية موجودة بالسلطة من 8 ومن 14 أذار عم بتحاول تركب على ظهر الشعب اللبناني وعم بتحاول تمرق أجندتها. يعني يوم منشوفها عم بتحاول تلبس ثياب الثورة وتنزل على الشارع، الشارع لفظ هالأحزاب وعارفها بالاسم وعارف تحركاتها وحتى بيعرف وين عم بتقطع طرقات وبيعرف تماما شو نعرفك جريئة بمحاولة يعني رفع أسهمها بالشارع والاستفادة من غضب الناس والاستفادة من ارتفاع سعر الدولار والاستفادة من كل اللي عم بصير. كليتها في محاولات من أحزاب بالسلطة وأحزاب مسمية حالها على المعارضة عم بتحاول تركب الموجة تتقول إنه هي ثورة. نحن بنقلها أنت جزء من السلطة، كنت ورح تضلي حتى لو أنت خارج السلطة، أنت لازلت جزء من هيدي السلطة وأنت معارضة استفادت من الامتيازات السياسية لما كانت بالحكومات ولما كانت بالمجلس النيابي وما زالت لهلأ عم بتحاول تلبس ثوب الحمل البريء. نحن بالنسبة لنا ثورتنا واضحة جدا، شعاراتنا واضحة جدا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا، ونحن بدنا نحاسبهم للي كانوا بالسلطة وظهروا عم يعملوا حالهم معارضة وللي حاليا بقلب السلطة. فبالنسبة لنا عادة بتسمي الأمور بأسمائها، عادة نعمت بتسمي الأمور بأسمائها، ولديك من الجرأة ما يكفي. مين هو الأحزاب وهل في أحزاب جديدة كما ذكرت ركبة الموجة؟ يعني إذا كان عم نحكي من حركة أمل ولا الاشتراكي ولا القوات ولا الكتايب أو المستقبل، اليوم في شد حبال بالشارع بين اللي بدهم يركبوا حكومة وبين اللي عم بيحطوا شروط على الحكومة اللي بدها تتشكل. اليوم نحن وقفنا أمام منزل بيت الوسط لما مرقنا بستاركو وقلنا سعد 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 ما تحلم فيها بعد، وهيدي كانت رسالة إنه نحن رافضين تكليف الرئيس الحريري واللي بده الرئيس الحريري وعم بيعملوا التسويات نحن أيضا سميناهم. نحن اليوم بالآخر عم نطالب بحكومة مختلفة عن الحكومات السابقة، يعني مش بالتسويات اللي بدهم إياها حركة أمل والمستقبل والكتايب أو الاشتراكي ولا بالتسويات اللي بده إياها تيار الوطن الحر وحزب الله وغيرهم. فمن هون نحن اليوم عم نرفع صوتنا ونقول اليوم في شد حبال بالشارع، واضح انه كل طرف بده يشد الشارع الى صوبه، وبعتقد اليوم يعني هالتصعيد اللي بده يصير خلال هاليومين الجاي اللي عم ينحكى عنه تصعيد عم يحكي عنه جماعة السلطة وتصعيد عم يحكي عنه جماعة المعارضة. اما الثورة النقية فشعاراتها واضحة واجندتها واضحة وخطتها بالشارع واضحة. نحن مش جماعة انقلابات، نحن جماعة بناء دولة ومؤسسات ووطن. نعم عم بنقول لن يكون الخلاص بهيدا البلد إلا بحكومة من خارج هالمنظومة واضحة، حكومة بتكون عندها صلاحيات استثنائية لتقدر على الأقل تقدر تشرع لصالح الناس. بعتقد اليوم الناس الوضع الاقتصادي والاجتماعي هو الأساس عندها وليس طبعا وليس أي شيء آخر. بدي أشكرك نعمة بدر الدين الناشطة السياسية على مداخلتك معنا، وعذرا لضيق الوقت. إذن ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني ومن أبرز الأسباب الاقتصادية غياب دخل الدولار من قبل مصرف لبنان، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، هذا ما أوضحه المستشار المالي الدكتور غسان شماس للأو تي في. يصير اللي بده يصير والعقوبات اللي بده تصير، دولار ما في، تدفق مالي على البلد محدود جدا بس ويتوقف على الارساليات اللي بيبعتوها مغتربين لاهاليهم ولاماتهم ولعيانهم، وفي طلب متزايد على الدولار بغياب
بغياب الدولار اللي كان يضخه مصرف لبنان بالسوق. تقريبا ما بقى عم نحس انه في ضخ من العملات الاجنبيه من قبل مصرف لبنان. 60 يوم الماضي كان في زحف بطيء بالازدياد، ما كان عم يزيد بسرعه، يزيد 50 100 ليره، لوين بده يوصل وقديش بده يضاين؟ هيدا اقتصاديا ما حدا بيقدر يجاوب عليه. ورايي انه بغياب اي خطه واضحه، اذا بدك السيطره على سوق التضخم، الدولار ما في له اسباب اقتصاديه يرجع يوطى. عم بقول الاسباب اقتصاديه. من المضحك المبكي انه ما في شيء معلن بلبنان، حتى الكابيتال كنترول يلي نحن ناطرين قانون له يطبق بشكل استنسابي وغير معلن، الهيركات عم نحس فيه وغير معلن، قد يكون توقف الدعم ما بعرف، ولم يعلن، يعني ماشي بستغربه، بس في غياب لخطه واضحه، في خطط كثير سهله ممكن نقدر يعني نحد من زياده التداول او زياده الطلب على الدولار. مثل شو سريعا؟ مثل شو؟ منع زياده الاسعار بالسوبر ماركت. اعتبر رئيس حكومة تصريف العمل حسان دياب في كلمة وجهها إلى اللبنانيين أن لبنان بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار والخوف من عدم إمكانية احتواء الأخطار، معلنا أن أمامه خيار الاعتكاف وتعطيل الهامش الذي تحرك فيه أو الذي يتحرك فيه لتسيير أمور البلاد، وهو جاهز للجوء إليه إذا كان ذلك يدفع بتشكيل الحكومة. نحن لم نتقاعس عن إداء دورنا في تصريف الأعمال، ونقوم بواجبنا عند المستوى الأعلى من تصريف الأعمال وفق ما يسمح به الدستور. فالمعادلة واضحة، لا حل للأزمة الاجتماعية من دون حل الأزمة المالية، ولا حل للأزمة المالية من دون استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولا مفاوضات مع صندوق النقد من دون إصلاحات، ولا إصلاحات من دون حكومة جديدة. أي نقاش آخر خارج هذا السياق هو عبث سياسي ومحاولة لتقاذف المسؤوليات، وهو ما قد يطرح أمامي خيار الاعتكاف وتعطيل الهامش الذي نتحرك فيه لتسيير أمور البلد حتى أشارك في الضغط لتشكيل الحكومة. إذا كان الاعتكاف يساعد على تشكيل الحكومة فأنا جاهز للجوء إليه، على الرغم من أنه يخالف قناعاتي لأنه يؤدي إلى تعطيل كل الدولة ويضر بمصلحة اللبنانيين. قراءة في كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وخاصة لجهة تهديده بالاعتكاف، حيث اعتبر الوزير السابق المحامي زياد بارود أن كلام دياب بمثابة إعلانه عن تعرض حكومته لضغوطات لا يمكنه تحملها أكثر، ومحاولة من جهته للضغط من أجل تشكيل الحكومة. ما في تعريف بالدستور لهالمعنى الضيق، ولكن في اجتهادات لمجلس الشورى الدولي في على الاقل قرارين، واحد بال 69 وواحد بال 95، بيحددوا شو يعني المعنى الضيق لتصريف الاعمال، ومنها مثلا مشروع الموازنه يرتبط بمهل عدم اجتماع مجلس الوزراء ولو كان بحكومه تصريف اعمال، عم بيؤدي عمليا الى تعطيل مهله دستوريه هي الموازنه، لانه المجلس النيابي ما بيقدر يقر موازنه الا اذا الحكومه بعثت له اياها. واضح بكلام الرئيس دياب انه هو بين شائوفين، اذا بدك بين من يدعو الحكومه للتصرف بمعنى مش كأنها حكومة عادية، وإنما بمعنى شوي أوسع لتصريف الأعمال نظرا للظروف، وبين أنه لا، في معنى ضيق جدا بمعنى أنه كأنه ما بنعمل شيء. نحن بلبنان للأسف لأنه حكومات تصريف الأعمال غالبا ما استغرقت أشهر طويلة، بظن أنه الإشكالية الكبرى بالسياسة أكثر ما هي بالدستور، وواضح جدا أنه كلامه اليوم لرئيس الحكومة المستقيل هو كلام يعني من قبيل اللهم أشهد أني قد بلغت. واضح أنه عم يتوجه للناس، عم بيقول أنه بمطرح أنه ما قادر يحمل لأنه الأمور صارت تخطت ما يمكن احتماله، بس هيدا كيف بترجمه عمليا على مستوى الضغط لتشكيل الحكومة؟ هل إذا توقف كليا توقفت الحكومة عن ممارسة صلاحياتها بالمعنى الضيق، شو بصير بالناس؟ يعني أصلا نحن بمطرح الناس عم بتطالب الحكومة بأكثر بكثير، فهل هالشيء بيضغط باتجاه
انه تتالف حكومه؟ هل تشكيل الحكومه هو مرتبط بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال او لا؟ ام هو مرتبط باعتبارات كثير كبيره اكبر بكثير من هيك وتتخطى احيانا الحدود اللبنانيه؟ لجنة الحوار بين بكركي وحزب الله تجتمع الثلاثاء، والأو تي في تكشف بعض التفاصيل. تقرير جويس نوفل. مر أسبوع على كلمة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال اللقاء الدعم لمواقفه في بكركي، والتي شكلت بعض الطروحات فيها أرضا خصبة لاختلاف واضح بوجهات النظر مع حزب الله. حاول البعض لغايات في نفس الانقسام والتشرذم استغلال هذا التشنج الذي نتج بحسب مصادر مطلعة عن سوء فهم لمواقف الراعي المتمسك دائما بمسار بكركي الحواري الجامع، فما كان من المعنيين إلا إعادة الأمور إلى السكة الصحيحة عبر لجنة الحوار. أولاً كان اتصال وتحول إلى تواصل مستمر بهدف اللقاء، فمتى وأين وماذا سيبحث اللقاء المنتظر؟ تؤكد معلومات الأو تي في أن لقاء لجنة الحوار التي تضم عن بكركي المطران سمير مظلوم وحارث شهاب وعن حزب الله محمد الخنسة ومصطفى الحاج علي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل في مركز لجنة الحوار في الحزمية. وعلى طاولة اللقاء الأول بعد اللغط بحسب مصادر بكركي حوالي 4 أمور استراتيجية تهم الجميع من دون استثناء، فبكركي لا تملك أجندة طائفية أو فئوية، إنما أجندة لبنان وسيادته وحريته هي الأساس، ولذلك تتابع المصادر بالقول إذا قطعنا المرحلة الأولى تسهل اللقاءات المتتالية لبحث المواضيع الهامة للبنانيين. على خط حزب الله تؤكد مصادره للأو تي في أن الحوار المرتقب سيكون منفتحا على كل الأمور وما في شيء محرم، فاللجنة تعمل ما فيه مصلحة شعبنا ووطننا. وبعيدا عن اللقاء المرتقب الثلاثاء والذي بالتأكيد سيستتبع بلقاءات أخرى لتحقيق الهدف الوطني وإيجاد الحلول للمشاكل خصوصا في هذا الوضع الدقيق الذي يمر به لبنان على كل الصعد، تشدد مصادر مواكبة على أن اجتماعات اللجنة لم تتوقف أساسا منذ تأليفها ولم تنقطع في أي سنة، في أوقات بتروق وأوقات بتتكثف بحسب الظروف، وتعيد المصادر ما يحصل من تجميد لبعض أعمال اللجنة أحيانا إلى ظروف معينة أو انتظار اكتمال عناصر معنية بملف ما، وتؤكد أن وتيرة اجتماعات لجنة الحوار تتباعد أو تتقارب بحسب الموضوع. إذن بغض النظر عن المطبات التي يمكن أن تعترض طريق الحلول في بعض الأحيان، فالجرة يجب ألا تنكسر مع أي مكون لبناني، ومن هنا الحوار ثابت أساس تنطلق منها بكركي كما دائما لوضع النقاط مع الجميع على حروف تحصين لبنان. قانون حماية كاشفي الفساد أقر في العام 2018، لكنه ليس نافذا بعد بانتظار إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. التفاصيل في الجزء 11 من تدقيق تشريعي، إعداد الزميلة نانسي صعب. بأساس قانون حماية كاشفي الفساد اللي أقر بمجلس النواب ب 24 أيلول 2018 كان تكتل لبنان القوي، يعني يوم كان بعده باسم تكتل تغيير والإصلاح، فب 24 حزيران 2010 شارك 3 أعضاء من التكتل يوما على عون وليد خوري وغسان مخيبر بتوقيع الاقتراح مع نواب من كتل نيابية أخرى، هالقانون اللي بيهدف لتحصين عملية مكافحة الفساد عبر حماية يلي بيكشف عنه، أنجز العمل عليه بلجنة الإدارة والعدل بالعام 2015 أي بعد 5 سنوات على تقديمه، وما أقر قانون إلا بالعام 2018 يعني بعد 8 سنين بجلسة عقدت تحت عنوان تشريع الضرورة، خصوصاً أنها هدفت لأقرار قوانين بيتطلبها مؤتمر صادر. أهداف قانون حماية كاشفي الفساد إذن يمكن اختصارها بثلاثة: تشجيع الكشف عن الفساد، تأمين الحماية على مستويين، حماية كاشف الفساد من الضرر الوظيفي وغير الوظيفي، وحماية المعلومات المتعلقة بكاشف الفساد يلي بتعتبر سرية، والهدف الثالث فاعلية الملاحقة بحيث تعطى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صلاحيات واسعة شبيهة بصلاحيات النيابة العامة. هالقانون بني على مبادئ أساسية بتتعلق بأصول الكشف المحمي أمام الهيئة الوطنية، بحيث بيعطي القانون صلاحية استلام الكشوفات المحمية للهيئة الوطنية منعاً لإساءة استعمالها وللتحقق من جدية المعلومات.
الحمايات وبيحدد أصول دقيقة بالكشف والحصول على الحماية. المبدأ الثاني بيتعلق بأصول أعمال الاستقصاء لناحية تأمين السرية التامة لجهة هوية الكشف كما المعلومات المكشوف عنها وتأمين الجدية بالتعاطي مع الكشوفات. أما المبدأ الثالث فبيتعلق بالإحالة على القضاء المختص، إذ يمكن للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن تحيل الملف للنيابة العامة أو هيئة تفتيش أخرى أو اللجوء للإدعاء المباشر. بيحدد القانون أيضاً كيفية تنظيم الحماية اللي بيحصل عليها كاشفو الفساد، التعويضات والمكافآت والعقوبات. صدق النواب على اقتراح القانون بعد إجراء تعديلات طفيفة عليه، أهمها عدم ذكر اسم كاشف الفساد كشاهد إلا بموافقته وإمكانية التقدم بالمعلومات الكاشفة للفساد بواسطة أي وسيلة. نفاذ هالقانون بيبقى معلق على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يلي ما أنشئت بعد، علماً أنه نجاح القانون حتى بعد نفاذه بيحتاج لاستعادة الثقة بانتظام العمل المؤسساتي يلي بيعطي ضمانة بيتسلح فيها كاشفو الفساد لا تطغى على الخوف من انتقام بطال من فاسدين متضررين. في اليوم الثاني لزيارته للعراق، البابا فرانسيس يلتقي المرجعية الشيعية السيد علي السيستاني في النجف الأشرف قبل أن يتوجه إلى أور التاريخية، مؤكدا على أن الإرهاب يستغل الدين. وللمناسبة أعلن رئيس وزراء العراق مصطفى القابمي عن تسمية اليوم السادس من آذار من كل عام يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق. النجف مدينة السلام والإخاء، بهذه العبارات استقبل أهل النجف الحبر الأعظم البابا فرانسيس، دلالة عدة ومواقف يمكن البناء عليها بعد لقاء البابا مع أهم المرجعيات الشيعية السيد علي السيستاني. هذا اللقاء التاريخي استمر قرابة الساعة، جرى البحث خلاله بحسب بيان الفاتيكان الحوار والتعاون بين الأديان من أجل خير العراق والمنطقة. فيما برز موقف السيستاني الذي تحدث عن أهمية عيش المواطن المسيحي كسائر العراقيين في أمن وسلام وبكامل حقوقه الدستورية. إلى مدينة أورور التي تعرف بأرض إبراهيم أكمل البابا جولته في العراق لليوم الثاني، حيث أكد في كلمة ألقاها في لقاء الأديان أن السماء تعطينا رسالة وحدة وتقول لنا إنه يجب أن لا نستسلم، وهذا يعزز أخوتنا نحن أحفاد إبراهيم. البابا فرانسيس لفت إلى أنه ليس بإمكاننا أن نعمل بمعزل أحدنا عن الآخر، مشيرا إلى أن التوحيد بدأ من أرض إبراهيم لأن الإيمان أعمق ولأن الإرهاب والعنف لا يأتيان من الدين، مؤكدا أن الإرهاب يستغل الدين وأن الأمر متروك لنا لإيجاد الحلول. البابا فرانسيس الذي طلب الصلاة لكل الشرق الأوسط شدد على أن لا سلام من دون تعايش سلمي، مؤكدا أن الأمر متروك لنا نحن البشر اليوم لتغيير مفهوم الكره إلى حب. ستبقى أجيالنا وسوف نحب بعضنا البعض، لن ننسى أن هنالك صور قد شوهت، يجب أن لا ننسى النوايا الحسنة الخالدة لدى الإنسان. صلاة السلام والإخوة. من هذا المكان أتى الإيمان، هنا بدأ الإيمان، هنا بدأ التوحيد، أرض أبينا إبراهيم. الإيمان أعمق ويجلبنا سوية. الإرهاب والعنف لا تأتي من الدين، الإرهاب هو يستغل الدين والأمر متروك لنا لكي نجد الحلول. خيانة الدين، أي لمن يخون الدين باستخدام الدين كغطاء. الحبر الأعظم انتقل بعدها إلى بغداد، حيث قام بإحياء أول قداس له في العراق في كاتدرائية مار يوسف للكلدان. وللمرة الأولى يحيي البابا قداسا بالطقس الشرقي الكلداني، تخلله صلوات وتراتيل باللغتين العربية والأهرامية. فاصل ونتابع أخبار المساء. مساء الخير عن جديد. إنهاء موسم التزلج في كفر دبيان لم يمنع العائلات من التوجه إلى المنطقة. التفاصيل في تقرير جينيفر مزرعاني. اعترض أهالي كفر دبيان والمناطق المجاورة على قرار إقفال مراكز التزلج نهائيا لهالموسم. أصحاب المحلات اللي بتأجر عدة السكي بالإضافة للأفران والمطاعم جميعهم رح يتكبدوا خسائر كان من المفروض إنها تكون أرباح. المنطقة كلها معروفة إنه موسم هاي سيزن ولو سيزن عنا، نحن مانا ببيروت أكيد 99% تأثرنا. ما بعيبوا كل المنطقة،
يعني كلنا نحن مرشحين كلهم بعد عنا 10 ايام تنستفيد منهم او تنقدر نسترزق. يعني اللي عملوه غلط، خراب بيوت، لان ما حدا بقى يوقف من مال الحواجز، من مال التسكير فوق، من مال الكورونا. عندنا بنقيش وعندنا بنقعد نسترزق، بدنا نطعم اولادنا، نطعم كل شيء، ما هلا وقفت الحركه كلها. نحن بنتمنى انه تصير ياخذوا قرار ثاني يلي هو على التباعد الاجتماعي، يمكن البيستات اذا بتستوعب 500 شخص يستوعب ياخذوا النص. الشركه المسؤوله عن مراكز التزلج بكفر دبيان انهت موسمها بعد ضغوطات وتهديدات بالتسكير بالشمع الاحمر، ولكن بتعلى المطالبات بإعادة فتح حلبات التزلج ضمن ضوابط وشروط. أكيد المنطقة قاطعة بوبا، الصحة هي أهم، كمان في الوضع الاقتصادي نحن بنوازن بين اثنين، بس كوني أكيد أنه وقت بيكون في رياضة أو الدور ما رح يكون هالريسك كبير، بتعرف قاعدين هون بالهواء ما رح ينتشر الوبا مثل ما لازم، مثل ما الأماكن المسكر. أنا كبلدية تأسفت امبارح انه سكر، وبرجع بدعي انه يرجع يفتح. اليوم في ناس اختربت بيوتها، 400 عائلة موظفين بالشركة بيعتاشوا من وراها، ما عدا الناس اللي بيعيشوا، كل المنطقة وكل لبنان بيستفيد من مراكز التزلج. اليوم بنطالب بإعادة فتح مراكز التزلج مع التنظيم. من فريا إلى كفر دبيان نصبت عناصر قوى الأمن الداخلي 4 حواجز، لابد لأي شخص طالع على التلج انه يمرق على القليلة بثلاثة منها. وتم تسطير محاضر ضبط بحق جميع من لا يملك إذن للتجول من المنصة، حتى الأشخاص اللي استحصلوا على أذنات ليطلعوا على التلج رحلة خلصت عند الحاجز. طالعين معنا راكتات للسنو شوينج نمشي على التلج، مرقونا أول حاجز، ثاني حاجز مرقونا، ثالث ما مرقونا، جاي رفينا على حاجز ثاني كمان ما مرقونا، بيجي بحكي لهذا قال لي كيف ما مرقوكم؟ يعتمدوا على قرار واحد، معنا إذن معنا كل شيء. طالعين كنا عم نركض، كنا عم نعمل هايكينج، كنا عم نعمل كل شيء رياضه فرديه، معنا سكياتنا على ظهرنا بننزل، كنا عم نعمل بايكينج ببيروت مفتوحه وين ما كان مفتوحه. ولكن بوقت يمنع بعض الاشخاص من الوصول الى مراكز التزلج المقفله يسمح لاخرين بالعبور. مسكرين هون اليوم مراكز التزلج، انتم كيف وصلتوا لهون وفي حواجز على الطريق؟ إذن ومشينا عبر الاذن ووصلنا لهون. يعني مرقوكم على الحاجز؟ انه ايه بعد اكتشفوا الاذن وهيك ايه مرقنا. إذن المشهد بمراكز التزلج المقفلة يظهر على الشكل التالي، يسمح للعائلات والأفراد أن يطلعوا على التلج، مسموح لسكيدو ومسموح اللوج بعد ما يكونوا أخذوا إذن من المنصة، لكن السكي ممنوع لتفادي الاكتظاظ عند حلبات التزلج. هل الإقفال هو الحل الوحيد المتاح أم تنظيم طريقة ممارسة الرياضة والسماح لعدد محدود من الأشخاص أن يطلعوا حسب القدرة الاستيعابية للبيست؟ ممكن يكون خيار يدرس بالأيام المقبلة. مع هذا الخبر نكون وصلنا لختام أخبار المساء، للمزيد تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأوتيفي. شكرا للمتابعة وتصبحوا على ألف خير.